رقيب صحفيين بسرعة إجراء اتصالات مع رئيس مجلس النواب والمستشار عمر مروان رئيس وزير شؤون مجلس النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل بين مجلس نقابة الصحفيين ورئيس مجلس النواب لتوضيح وجهة نظر النقابة ووجهة نظر الجماعة الصحفية وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمشروعات القوانين المعروضة على البرلمان حاليا، خاصة أن نقابة الصحفيين بالفعل لم تخطر بمشروعات القوانين أو لم يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان حاليا بالمخالفة للمادة 77 من الدستور التي تعطي الحق لنقابة الصحفيين بأخذ رأيها أو تعطيها الحق بالاطلاع على مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان، وهذا لم يحدث. مشروعات القوانين بها لا يقل عن 15 مادة، هذه المواد هي ضد حرية الصحافة، ضد حرية الرأي والتعبير، هذه المواد لو تم تمريرها كفيلة بالقضاء على مهنة الصحافة، كفيلة بالقضاء على المؤسسات الصحفية القومية بالكامل، لأنها بها مواد بتؤكد أن يجوز للهيئة الوطنية للصحافة إلغاء ودمج المؤسسات الصحفية. يعني بعد ثورتين متتاليتين 25 يناير و30 يونيو نفاجأ بنص موجود في قانون بحبس الصحفيين احتياطيا بدلا من إلغاء الحبس في قضايا النشر بصفة عامة. يمكن مصر تكاد تكون حاليا من بين 5 دول أو 6 دول لا تزال تحبس الصحفيين في قضايا النشر. لا ده كمان الامور تطورت انهم عاملين نص في الدستور بيتيح حبس الصحفيين احتياطيا. الحمد لله ان الملاحظات مجلس الدوله على مشروع القانون بتتفق الى حد ما مع الملاحظات التي تقدمت بها النقابه في مشروع القانون. في تشكيل الهيئات الثلاثه اللي هو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام، لو بصينا لتشكيلهم الموجود في مشروع القانون هنلقاه مختلف تماما عن النص الدستوري اللي موجود في الدستور. يعني الماده 211 في الدستور بتتحدث عن انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بيقولوا ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيئه وطنيه مستقله، دي اول كلمتين. الماده 212 الهيئه الوطنيه للصحافه هيئه وطنيه مستقله، الماده 213 الهيئه الوطنيه للاعلام هيئه وطنيه مستقله. طيب الثلاث هيئات المستقله دي الطبيعي جدا يعني ان الطبيعي او المفترض ان تكون هذه الهيئات هيئات مستقلة، ولكن في القانون نجد أن الهيئات الثلاثة يتم تعيين رؤسائها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن 75% من أعضاء الهيئات الثلاثة يتم تعيينهم بقرار من السلطة التنفيذية. إذن كيف تكون هذه الهيئات مستقلة؟ الأستاذ عبد المحسن وجهة نظره أنه هو بأن هناك مشاورات مع رئيس مجلس النواب، وهناك مشاورات مع أكثر من جهة من أجل الاستجابة لمطالب النقابة، ولكن مجلس النقابة قرر عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر، وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة.